نظام الاشارات مش هنقول تطوير، لان التطوير ده لو كان نظام موجود عندي ولا مطوره، لا ده انا بحله، ده انا بشيله وبشيل النظام الميكانيكي وبحط نظام الكتروني يرتبط بالمزلقانات، يرتبط بكنترول سنتر، حاجه اسمها سي تي سي عندنا، كنترول ترافيك، يعني سنترال ترافيك كنترول، بيتحكم في مسير القطارات تماما، وبتبقى شايفه هو لو حصل حتى اي فلو في اي او اي عيب في اي قضيب من القضبان يظهر عنده، والعيب ده هنا. فالكيلو بيكلف مليون دولار. دولار. وعندنا كم كيلو؟ احنا شغالين حاليا دلوقتي في 800 حوالي 750 كيلو، فالاجمالي تقريبا الكلام اللي احنا شغالين فيه حوالي 700 مليون دولار. 700 مليون دولار. 700 مليون دولار اللي احنا شغالين فيه حاليا. بس النهارده كيلو تقريبا بعد الفلوتنج تم الانتهاء من قد ايه منهم؟ حوالي مليون دولار. نعم، تم الانتهاء من قد ايه منهم؟ بص حضرتك، احنا سنه ال 700 كيلو دول سنه 2021 هننتهي منهم بالكامل. اخر السنه الجايه او اول 2019 هننتهي من قطاع مصر اسكندريه. يعني القطاع للاسف اللي حصل فيه الحادثه المؤلمه اللي ألمتنا كلنا في شهر 8 ده بنشتغل فيه، وبنشتغل فيه وصلنا لحد تقريبا انتهاء البارود، يعني لسه ما دخلناش على اسكندريه. يعني لو كان يعني الجزء ده اتعمل ما كانش اكيد 750 كيلو. حضرتك بتتكلم عشان رايح جاي؟ لا 750 فقط. خط واحد؟ خط واحد ليه؟ القاهره اسكندريه احنا شغالين فيه حاليا، شغالين اسيوط بني سويف اسيوط، شغالين اسيوط نجع حمادي ده 160 كيلو 170 كيلو، القاهره اسكندريه 204، اسيوط بني سويف 250، اسيوط نجع حمادي 180 كيلو، بنها الزقازيق، بنها الزقازيق الاسماعيليه بورسعيد حوالي 210 كيلو. فجمع بقى دول، جمع دول كله يطلع في حدود 700 كيلو، بالاضافه الى في نقط مشروع مهم جدا هنعمله برضو كمان ان شاء الله، بس احنا بندرس فيه حاليا اللي هو الخط بتاع طنطا المنصوره دمياط، ده مهم قوي. علشان هنطلع فاصل، ولكن قبل ما نطلع المفروض ان احنا ننتهي، حضرتك قلت من تطوير السيمافورات امتى؟ ده في القطاعات اللي انا قلتها دي. القطاعات ده لسه في قطاعات اخرى، يعني النهارده احنا بندور مع الكوريين. دي محطوط لها امتى؟ دي محطوط لها نهايه 2021، بس احنا مش كله هينتهي 2021. احنا في جزء هينتهي في 2019 اول 2019 اللي هي القاهره اسكندريه، يعني تجد ان شاء الله، يعني انت هتلاقي سكه حديد تاني خالص للي بيسافر اسكندريه على اول 2019، يعني شهر 3 2019 كده هتجد ان وكله المفروض 2021 يكون خلصان في ال 750 كيلو اللي حضرتك قلتهم. اسيوط بني سويف اسيوط على نهايه 2019، بنها الزقازيق اسماعيليه بورسعيد على نهايه على بدايه 2020، على نهايه 2021 الخط بتاع اسيوط نجع حمادي. يتفضل لنا قد ايه تطوير بعد كده؟ هيتفضل لنا قطاع مهم قوي اللي هو من نجع حمادي للاقصر، احنا شغالين عليه دلوقتي بدراسه مع الكوريين، وده يهمني برضو ان انا اخلصه، لان برضو الخط ده احنا بناخد الخطوط يا فندم اللي هي الطوالي الخطيره اللي هي عليها نسبه اشغال عالي جدا، اللي هي الفوليوم على الكاباسيتي ريشيو، كاولويات يعني اولويات، وعلى حسب السعه على حسب الحجم الفعلي على السعه القصوى. فانت ما تعمل بقى، احنا عندنا دلوقتي الايجابيه اللي انت قلتها، اللي انت قلت لي التشغيل الاقتصادي، ايه بقى فايده او ايه اللي هيعود على المواطن من المشروع الاشارات ده؟ الموضوع مش فني بس، ان هو هيحقق امان برضو، بس هو طبعا احنا عندنا الامان ثم الامان ثم الامان، دول هم الاولويات، وبعد كده يجي وراء اي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بقى اللي هي الحاجه الرابعه في الاولويات، ايه هي؟ ان انت هتقدر توزن المعادله ما بين الحجم الحركه على السعه القصوى. النهارده هي حوالي 1.2 وتش مينز انها خطر جدا. انت عندك حجم حركه اكتر من السعه القصوى. اول ما هتعمل كهربه الاشارات وتبقى متحكم تحكم كامل في مسير القطارات، تقدر تزود الاطارات. فهنا بقى التشغيل هيبقى ايه؟ اقتصادي بالظبط كده. تقدر تزود القطارات. فنقدر نعمل دبلنج للقطارات، يعني خط انا كنت لسه بشرح اسيوط نجع حمادي، انا اقدر ازود 80% من القطارات على هذا القطاع لما هيخلص. وده مهم جدا لاهلنا في الصعيد، لان اهلنا في الصعيد المسافات الطويله دهيت بالنسبه لهم صعب جدا ان هو يروح بالعربيه.